بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. حبيباتي صباحكم بالخير، نهاركم زين وطيب إن شاء الله. صبحتكم بهذا المناظر اللي ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا، رواة الأرض بعد يأس وقنوط. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اليوم حبيباتي حندير معكم العيش. اليوم كي صبت انه حندير العيش، هذاك شوية تاع القديد كون حطيته يغلي، أنا حاب نغليه بين نحيلو الشحمه هذيك الزايده ونحيلو الزايد تاع الملح. واش عندي حبيبتي في المكونات؟ عندي بصلوتو، عندي خضروات اللي حبيتو حطوها حبيباتي، طماطم تاع الحب، لا اله الا الله محمد رسول، اكيد، والعيش، زيت، توابل حبيبتي اختياري اللي حبيتي حطيتها. انا عندي هريسه، طماطم، كزبره، فلفل اكحل، ملح. الملح ما اياك ما تكثروش على خاطر القديد يجي مالح. وعندي شويه تاع فلفل حمار حلو ماشي حار، شويه تاع كزبر قلت لكم، شويه زيت اكيد. نبداو نداوي البرمه تاعنا هذيك، انا حطيت في لاكوكون بيز ربي طيب لي قديت تاع الجن شويه كبير. حنحط عليه صبايبات زيت برك على خاطر القديد فيه ليدام، غليته على المرتين وقعد فيه ليدام. ليك زوج طريف، ثلث طريفات برك ماشي بزاف. المهم البنه وخلاص حبيباتي، نحط عليها البصله والثوم اكيد، بالك ما تقولكم في المكونات، بصله وثوم، تقريبه تاع بصله كبيره وثمينه تاع ثوم، بالك خمس فصوص تاع ثوم كبار، باش يجينا هذاك العيش تاعنا بنين شتوي بنين. حطيت هنا غير خردل سناريه وبطاطا، ما كانش عندي جريوات، كان عندكم الجريوات حطولها كلشي، يجيب الخضروات يجيكم بنين، يجيكم ما شاء الله. اللي وليداتها ما ياكلوش حطوهم حبيباتي في المرقه ومن بعد ريحوهم، مش حيعرفوا باللي كاينه خضروات. اكيد الخضروات صحيه لوليداتنا، مع هالبرد ربي يحفظ وليداتنا ويوفقهم في الامتحانات ان شاء الله. اكيد نزيد التوابل تاعي، التوابل تاعي قلت لكم ملح ما تكثروش، يعني نهضر ونعاود مع بنياتي اللي القديده مازال مالح، ما غليته مرتين ومازال شويه مالح. حاولي حطيت التوابل تاعي هذوك، نزيد نقلي شويه. اكيد تقليه هي اساس كل برمه، باجي في الماكله تاعكم بلي. انا جاني واحد العيش صدقوني عسل العسل، شهيت حبيباتي في الجنه ان شاء الله. هيك عندي هذيك المغارف تاع الهريسه، هلاي ما يحبش الحار ما يحطش. عندي طماطم تاع زوج حبيبات تاع طماطم تاع الحب، كنت قشرتهم ورحيتهم. العيش دابا طماطم تاع الحب، حب الحمارة. انا لي ستوما والراجل وبنتي ما نكثرش بزاف الطماطم على بالكم، لكن هو في الاصل هو ولي بات كل يحبوا الطماطم. هايله حطيت غير شويه انا برك، وانتو ما كتروا على حساب الرغبه تاعو وعلى حساب اكيد البرمه كبيره حتكتروا، هذه عينكم هي ميزانكم. اكيد نقلي مليح حبيباتي، اني سخن في الماء باه نمرق بيه باه داك القديد ما يقرزلش. انا كنت قلت لكم في الاخر خلاص حطيت البطاطا، البطاطا ما تديش طياب بزاف، ماشي كيما الخردل والسناريه. نمرق حبيباتي بميها سخونه، انا مرقت مره واحده باه ما نبقاش نمرق ونعاود، قالوا الناس بكري المراقه مرزاقه، اش حنبقى انا نمرق ونعاود. باه يطيب لي هذاك القديد، حرك حبيباتي ونغطي عليه ونخليه يطيب حوالي واحد نص ساعه بلا فوكوط يكون زبده. نسيت الحمص سامحوني حبيباتي، الله غالب، زدت حطيت الحمص اللي كنت ذكرته في المكونات، نحطه حبيباتي ونخليوهم يطيبوا الكل. وليك بعد ما فتحت على كوكوت تاعي لقيت المرقه نقصت، انا كنت زدت هنا ماء سخونه، حتى داك الكريب تاع الحار. انا العيش تاعي ما نفورو ما والو، كاين اللي يحبوا يفوروه ويعاودوه والله والو، انا نديرو هك بالطريقه هذه كيما كانت ما ربي يرحمها ديرهم، ويجيني ما شاء الله نسومو برك ونحطو ويجي بنين وما شاء الله ما يروح ما يجي يسخف يسخف.
كتدبيره البنيات اللي ما يعرفوش. حبيبتي نخلي العيش تاعي هذاك يطيب مليحه وليك خرج ما شاء الله. شهيت حبيباتي في الجنه ان شاء الله. وقته مع البرد هذا وقته نخليت له شويه تاع المرقه ما يجيني الشاي. كما تعرفوا دائما عائلتي حبوا تغمس عليك نسقي حبيباتي عليك نسقي في الصحن تاع التقديم في هذا تاع الفخار تقليدي حتى هو. نتمنى حبيباتي يعجبكم الطبق وما تنسونيش بالبصيمه هذيك جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.